في الشأن التربوي يتلقى العديد أو المئات من التلاميذ دروسا خصوصية عند أساتذة مضربين في ولاية البولين. في الشأن التربوي يتلقى العديد أو المئات من التلاميذ دروسا خصوصية عند أساتذة مضربين في ولاية البوليدة وداخل مستودعات. هاجر سليلف تنقلت لأحد الأساتذة المضربين عند تقديمها الدروس الخصوصية وأعدت التقرير التالي. هنا في هذا المستودع الذي يحمل هذه اللافتة والمدون عليها اسم أستاذ علوم فيزيائية، يقدم هذا الأستاذ دروسا خصوصية لتلاميذ يفوق عددهم 100 دفعة واحدة. أستاذ يدرس في ثانوية مضربة محمد ماحي بالبليدة، يضرب في الثانوية ويقدم دروسا خصوصية هنا. سي نورمال، هما بس كيقولوا ما يقراش في الأقسام، صافي لازم هذا هو زعما باش ما يقعدوش قاعدين في الدار، لازم هاد الشغل هذا باش الفراغ اللي كاين عندهم يستفادوا منه. استاذ راك مضرب ولا ماكش معنى؟ هذه ماش حنايا ماناش مضربين، ماش مضرب. تقري في الثانويه؟ ايه ثانويه. تنتمي في نقابه الثانويه؟ لا انتميش، انا استاذ حر وخلاص. هذه شوف انت كي بزاف سقسيني على الاضراب، اضراب حاجه والحصه تاع اليوم حاجه وحده اخرى هكا. انا رايك شكون هما؟ رايك في الاساتذه اللي يديروا اضراب يقدموا اللي عنده حقه يدوموندي حق. الأستاذ أنكر أنه مضرب، لكن تحريتنا أثبتت العكس، فاسمه مدون على قائمة الأساتذة المضربين. أستاذ في ثانوية ما؟ ما راكش مضرب؟ لا لا، ميرسي، شكون؟ أستاذ شريفي. هذا الأستاذ المضرب يستقبل أسبوعيا المئات من التلاميذ من مختلف الولايات ومختلف الثانويات. نقرا في موزايا مولود قاسم، ليسي مولود قاسم، ما كاش عندنا طروام وما قريناش وقراف وكذايا، سي بور سا انا نقرا في دروس خصوصيه. يسمى مطفره غير في الزوالي مسكين اللي ما عندوش باش يخلص. لا غالب كاع الناس يعرفوه يقولوا لنا مليح، مشهور في كاع الولايات، يجوا ليه من بعيد. الكثير امثال هذا الاستاذ يضربون هنا ويقدمون دروسا خصوصيه هناك، يصعبون الدراسه على التلاميذ ذوي الدخل الضعيف ويتفننون في استقبال المرتاحين ماديا في المستودعات. هذا وقد أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم السبت بأن المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر بأن جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب. وأوضح البيان بأن المعاينة التي تقوم بها مفتشية العمل ميدانيا تظهر كما قلت بأن جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية وتؤدي إلى وقوع النقابيين والعمال المعنيين تحت طائلة القانون، مما يعرضهم إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى حد التسريح. مر أزيد من أسبوع على انطلاق عمليات تسجيل الجالية للاستفادة من برنامج السكن.